عمار، عمار، خلص حبيبي ليكنا وصلنا. أبوك هلأ رح يفتح لنا الباب. حياتي خلص حاجة تبكي. عمار، 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 سليم، إذا إليف اللي خطفت عمر، أول شي بتكون راحت لبيت أخي أحمد، مو هيك؟ إيه بجوز. طيب نحن رح نقدر نلاقي بيت أخي أحمد؟ لأنه أنت ما رحت لهنيك من قبل، فلهيك عم بسألك. أسهيل هنيك مو مثل اسطنبول، هي ضيعة صغيرة وكل الناس بيعرفوا بعض. حبيبي، أنت كتير تعبت، صار لك ساعتين عم بتسوق، إذا بدك من بدي. لا أختي لا، يعني أنت سايقة قبل هالمرة على الطرقات السريعة برات اسطنبول؟ يعني هالطرقات ما بتشبه طرقات اسطنبول أبدا. خلص رجائي خلص، أنا منيح، بس خلونا نوصل ونلاقيهم. في حدا هون؟ عمار؟ لا تاكل هم حبيبي، أبوك بعد شوي رح يجي، بيكون راح لحتى يجيب أغراض. هلأ بس يجي ويشوفنا رح يفرح فينا كتير. يلا حبيبي، يلا نام شوي، وأول ما يجي أبوك بفيقك دغري. يا ربي دخيل اسمك ساعتنا، خليهم يلاقوا لي ابني. أنا بعرف غلطي وبعرف شو سبب هالاختبارات، بس يا ربي تسامحني لأنه ما كان بدي عمر وفكرت إني أتخلص منه. ندمانة لأني عارضتك وشكيت برحمتك وتصرفت بقلة احترام مع هديتك وكنت رح أدر لظهري. بترجاك رجع لي ابني لحضني يا رب.
سارة، أنا شايفة جابر برا وعم يستنى قدام باب بيتكم. لا تبيني حالك من الشباك بلا ما يشوفك. لا تاكلي هم هاجر. بعرف إنه جابر إجا. تعي ولا تخافي، نحنا لازم نحكي أصلا. ليكي أوعك تحكي مع جابر شي، حتى لو حاول لا تردي عليه ماشي؟ طيب. شو صار سارة؟ وجابر شو عم يعمل هون؟ ما بعرف، هو طلع فجأة قدامي ما عاد عرفت شو بدي قله، على أساس جاي حتى يعتذر. هو قال بوران حطت سلاح براسه ولهالسبب قالنا على التليفون دبروا راسكم، يعني مثل العادة صار يكذب علي. فوتي لأحكي لك جوا، فوتي. وانتي سمعتي كلامه؟ سارة كذب مليون كذبة ومانه مستحي على حاله؟ هو ومرته ما بنعرف شو ممكن يصاب. ييه شو هاد؟ شو الظاهر مو شامة روايح حيوانات من قبل؟ تعرفي اختي؟ يمكن ما كان لازم تجي، ما هيك؟ ليش شو دخل هي بهي؟ الولد اللي ضايع هو ابن اختي، كيف بدك يعني ضل قاعدة بدون ما أعمل شي؟ لك أنا خالته يعني مثل الأم، بس وقت شميت الريحة فجأة ضايقت منها ولهيك حكيت مو أكتر. يلا ما في وقت نضيع، أول شي مندور ببيت أحمد بعدين منسأل أهل الضيعة. طيب بركي ما حدا هون شافه، شو بدنا نعمل؟ منلاقي شي حل تاني أو منخبر الشرطة اللي هون، بس إن شاء الله رح نلاقيها بدون ما نحتاج لهالشي. يلا أمشوا. سارة، علي، انتوا روحوا لجوا وانا هلا بجي. يلا تعال علي. لا امي، انا رح ضل، ما بدي اياكي تحكي معه لحالك. علي لا تقلق علي وساوي اللي عم قلك علي. ابني بترجاك اسمعني شوي، في كتير شغلات ما بتعرفها، بس إذا سمعتني هلأ لسه قاعد عم يكذب علينا. علي قلت لك روح. يلا لا تستنى هون على الفاضي جابر، يلا روح انقلع واطلع من حياتنا بقى، ولا تضايقنا مرة تاني. سارة بس اسمحي لي احكي مع علي شوي، لازم تعطوني فرصة تانية. انت من زمان خسرت هالفرصة جابر. ليك علي كتير معصب، مالي خايفة يصير لك شي، بس خايفة انه ابني يوقع بمصيبة بسببك، مشان هيك قبل ما توقعنا مصايب تانية روح من هون بقى، ما عاد في عنا شيء أبداً نحكي معك. أنا كان عندي أغلاط يا سارة وما بنكر هالشي، مزبوط أنا خنتكن، بس صدقيني كنت مجبور،
وأنا أجيت خصوصي لهون بس لحتى أشرح لك الموضوع يا سارة. اسمحي لي أحكي مع ابني، وبعد ما يسمعني بيصدق أو ما بيصدق هو حر. لا تنسي إنه أنا أبوي يا سارة، وما في أب بيتحمل إنه ابنه يعادي أبداً. إذا هالليلة كمان ما بعد عن الباب أنا بعرف شو بدي أعمل معه. اوعى يا علي، لو شو ما صار هاد بيضل أبوك، حتى لو كان غلطان بس في إله حق عليك، وأنا كمان محبة التقي فيه، بس الأمور ما بتمشي بهالطريقة، ما بصير نعمل هيك. أصلاً من حاله رح يتفهم الوضع ويروح، لا تاكل هم. أنت وين رح تروحي؟ أنا رح مر عند نيسان وهاجر، رح تضل بالبوفة، وخبرتها لنيرمين خانو. مو مشكلة. طيب أمي بس انتبهي على حالك. ماشي ابني، انتبه على دروسك. ايه اذا صار اي شيء خبريني. لا تقلقي. خلص حبيبي، ابوك بعد شوي رح يجي. يلا حبيبي بترجاك صبر شوي. أكيد ما في شي بهالبيت للأكل، وهذا الولد لازم يأكل. رجائي خذ هالمفاتيح وافتح. اهلا وسهلا ابني، شو عم تعملوا هون؟ مرحبا خالي، انا سليم. اهلا وسهلا ابني، شو بدكن، عم تدوروا على حدا هون؟ نحن منكون رفقات احمد، ومعنا صوره اخته اليف، عم ندور عليها. حدا شافها هون شي وفي معها ولد صغير؟ هذا الولد لاليف شي؟ لا مو لاليف، هي خطفته واجت على الضيعة. استغفر الله، إليف خطفت ولد؟ معقول هالحكي؟ الله يجيرنا من هالأيام. ما شفت ابنه. هون مكتوب رقم تليفون، إذا شفتيها أو عرفتي أي شي عنا ممكن تتصلي فينا؟ إيه بتصل طبعا، الله يكون بعونكم، إن شاء الله بتلاقوا الولد عن قريب. إن شاء الله خالتي، إن شاء الله. معناتها هي ما أجت. أوف يا، ونحن وين بدنا نلاقيها لهالبنت هلأ؟ استاذ، واضح انه ما في حدا هون لانه كل شيء مرتب ومضبوط. اذا اضطرينا رح ندق باب باب لنلاقيها. اول شيء بدنا نروح على المخفر ونخبرهم، وبعدين مندور سوا بالضيعه. يلا اسهيل، اذا بدك ضلي هون حتى ما تتعبي. مستحيل، اذا ما لقيت عمر ما رح ارتاح ابدا. عمر وينك ابني؟ الي ابني لاحظني. إليف إليف، أختي شفتي بنت صبية؟ هي بهالطول تقريبا ولون شعرها أشقر. لا والله ما شفتها. أختي الله يوفقك تذكري منيح، هاي البنت خطفت لي ابني. أختي أنت في عندك أولاد ورح تفهمي علي، بترجاكي تذكري وساعديني. صدقيني أنا ما شفت هيك بنت. بنتي لا تواخذيني، الله يكون بعونك يا رب. عمر
نيسان؟ نيسان؟ شو في ابني؟ نيسان مانا هون. شو هالحكي ابني؟ وين راح تروح؟ دورت عليها فوق بالحمام؟ ايه دورت ومانا فوق. دخيلك تحميها يا ربي. خالتي أنا رايح دور على نيسان، إذا رجعت لهون خبريني. إيه؟ طيب ابني طيب، الله معك. عمر! عمر! يا ابني! عمر! 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 ابني! 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 شو هالحركات التافهة هي؟ خلص حبيبي، خلص لا تبكي، ما في شي، خلص خلص، اهدأ ابني اهدأ. ابني عمر! 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 ابني! نيسان قومي! ولك شو عم تعملوا انتو؟ بدكن تندسوا؟ يا ربي! نيسان شو عم تعملي؟ اهدي شوي! عمر! الحمد لله وينو! عمر! ألف الحمد لله! عمر وينو! عمر وينو! نيسان! عمر وينو! طولي بالك! عمر! ابني راح! عمر وينو! لك خطبوا لي ابني مني! عمر أخذوه! يا ربي أنا كيف بدي أعيش مع هالعذاب! ابني! تفضل، هاي صورة إليف. طيب، نحن رح نوزع الصورة وننشرها بكل مكان بالضيعة. بتشكرك. من بعد إذنك، نحن لازم نروح وندور عليها. طبعاً طبعاً، لا تأكل هم. إذا إجت على الضيعة مثل ما أنك متوقع فرح نلاقيها بسرعة إن شاء الله. تعرف الضيعة هي صغيرة وهي معها ولد صغير، يعني ما رح تقدر تتخبى كتير. أنا بتشكرك كتير، يعطيك العافية. شو صار سليم؟ شو قالك؟ قال رح يبلشوا يدوروا. الله يجمعنا فيها يا رب. يلا خلينا نروح على الساحة مرة تانية. يلا قومي حتى نروح على البيت. ابني ضايع يا سارة، دورت كتير بس ما لقيته. هي إليف خطبت لي ابني، عمر مخطوف. طيب طولي بالك، بعرف إنك عم تتعذب كتير. رح يلاقوا عمر ورح يجيبوني نيسان، رح تاخدي ابنك وتعانقيه مرة تانية. يلا قومي على البيت، أكيد الشيخ أحمد قلق عليك. يلا. يلا البسي هي برجلك. ما رح أروح على بيتي قبل ما لاقي ابني، ما بقدر. شجعت يا عمري؟ يلا لكان تاكل. بس ما بصير هيك، ليش ما عم تاكل امي؟ لتكون الطعمة ما عجبتك. ليك بعد شوي رح يجي ابوك، واذا ما اكلت رح يزعل كتير منك. يلا خلصني، ما في شي تاكله بالبيت، شو اعمل لك؟ مجبورة. ايه مين في هون؟ اه
عمر ابني، انت رجعت؟ سمعني صوتك. استغفر الله، صايرين أدنية عم يسمعوني غلط. اصلا عمر ما رح يجي قبل بشهر. والله شكلنا ختيارنا. سمعتي عمري؟ قال أبوك لسه بده شهر لحتى يرجع. شو نعمل؟ رح نروح على المكان يلي أبوك موجود فيه. نيسان، ليش طلعتي من دون ما تقليلي؟ ما بتعرفي قديش قلقت عليك؟ ايه يلا ليكني اجيت. ان شاء الله يكون جاينا شي خبر منيح يا رب. هاد انتو؟ في شي خبر خالة؟ شكرا، صدقيني للصبح ما نمت ولا غفلت لي عين. لا بنتي لا، وفوق هيك كمان نيسان مو مبينة. شو عم تقولي خالة شكرا؟ نيسان وين راحت؟ ما بعرف بنتي، طلعت من البيت بدون ما تخبر حدا اي شي. أحمد طلع لحتى يدور عليها. كل شي صار بسببي أنا، لو ما غفلت وانتبهت عليه ما كان صار اللي صار أبدا. خلص بنتي خلص، لا تبلشي بالبكي هلا. خلصنا ريمان، لا تزعلي، روحي ندور على نيسان يلا. ها إذا عرفتوا أي شي خبروني فورا، ماشي يا بنات؟ طيب خالتي. يلا ميسر. نحن ما رح نستفيد أبدا من القعدة هون، وقت بلاقوه لعمر رح يكون محتاجك. إذا استسلمتي رح تمرضي، وقتها عمر مين بده يدير باله عليه؟ أنتو ما حدا فيكن عم يفهمني. يا ترى ابني شو رح يكون وضعه بهالبرد؟ جوعان ولا بردان؟ ما بعرف شي عنه. بعدين كيف بدك فوت على بيت في دفا وهو برا يا سارة؟ خدي هاد عني، ما بدي اياه. إذا عمر جوعان أنا بدي جوع، وإذا ابني بردان أنا بدي أبرد. عم تفهموا؟ ما رح أروح، تركوني بحالي. طلعي فيني، أول ما ولدت عليا أخذوه من بين إيدي، حتى قبل ما حطوا على صدري وشمه. أنا ضليت سنين طويلة لقدرة عانقت ابني نيسان، وأول ما عانقته قلت دخيل الله قديش ريحة هالولد حلوة. وما رح أنسى هديك اللحظة اللي التقيت فيها مع علي لو شو ما صار. لو تعرفي قديش تحملت العذاب، أنا حاسة بوجعك، وكل دقيقة كنت حاكي حالي نفس الكلام، وقلت يا سارة بيكون ابنك محتاجك، ولهيك صرت قوية. ومو قبل شوي قلتي ما حدا عم يفهمني؟ أنا فهمانتك. إلي عم تحاكيكي هي أم خسرت ابنها بعد ما ولدته نيسان. أكيد زينب وعمر محتاجين لك هلأ، ولهالسبب لازم توقفي على رجليكي وتتحملي. لا ما شفتها هون. ماشي، بس اذا شفتها اكيد رح اخبركم. عزبناك معنا. طيب انا رايح. طيب يا ابني ماشي. يعطيك العافيه. يسلم. ان شاء الله يكونوا لقوها لنيسان. ألف الحمد لله يا رب. فوتي بنتي فوتي. لا
الحمد لله على السلامة. الله يحفظك ويوفقك سارة. وانتي نيسان. سونيا ونريمان طلعوا ليدوروا عليكي. أنا رايحة أخبرهم بلا ما يتعبوا أكتر. يلا بنتي يلا. فوتي تفضلي. لا تزعل شيخ أحمد. بإذن الله رح تلاقوا ابنكم، لا تاكل هم. أنا قلبي عم يحترق. وبهيك حالي قد ما كان الشخص عاقل وصبور بيلاقي حاله ضعيف. وجع خسارة الولد ما بيشبه أي وجع تاني. الله لا يمتحن حدا بولاده يا رب. وأنا أجيت خصوصي لهون بس لحتى أشرح لك الموضوع يا سارة. اسمحي لي أحكي مع ابني، وبعد ما يسمعني بيصدق أو ما بيصدق هو حر. لا تنسي أنه أنا أبوه يا سارة، وما في أب يتحمل أنه ابنه يعادي أبدا. حاول تشد حيلك، هذا أكتر وقت نيسان محتاجة فيه لدعمك. بتشكرك سارة خانم، الله يحفظك يا رب. وإنت الله يحفظك شيخ أحمد. برجع لعندكم بعدين، الله يكون بعونكم. يا ريت نلاقي هالبنت الغبية ونروح بسرعة. ولك أنا تبهدلت وكل أوعية تغبرت. شو صار؟ ما حدا شافها هون؟ ما حدا شافها. أحمد عم يتصل. إيه يا أخي أحمد. لا قال ما حدا شافها هون. إيه نعم خبرنا الشرطة وهن عم يساعدونا كمان. يا سليم خطرت ببالي فكرة. إليف يمكن راحت لبيت عمر، هو قريب من جامع الضيعة. مين ما سألت هنيك بيدلك. يلا إن شاء الله رح تلاقوها. عم استنى خبر حلو. طيب طيب ماشي. ايه والله مزبوط. ماشي يلا بخاطرك. الله معك. سلام. سلام. عم دور على بيت عمر، يمكن هذا هو بيته مو هيك؟ ايه هو، بس عمر مو بالبيت بنتي، راح لأنطاليا، هو بيشتغل هنيك. يا الله. طيب شو بدي أعمل هلأ؟ يمكن هو نسيان أنه أنا جاي. خير يا بنتي، ليش مين أنتي؟ أنا بكون قرايبته لعمر، وكنا بدنا نضل عنده كم شهر أنا وابني. أوف، شو بدي أعمل هلأ؟ لو بعرف عنوانه بأنطاليا على القليلة كنت رحت لهنيك. طولي بالك شوي، أنا رح ساعدك لا تقلقي، رح أعطيك العنوان. خذي لشوف. يسلموا عمو. يلا ميسرة يا بنتي. هلأ اجيت من المخبر. للأسف ما في أخبار أبداً. الله لا يدوق هالشغلة لحدا أبداً عمو عثمان. شو هالعذاب هاد؟ ما بعرف إزعل على ابني ولا إزعل لأنه يلي خطفته أختي. الله لا يمتحننا امتحان ما فينا نتحمله أبداً. يا شيخ أحمد أكيد أنت أدرى مني، بس رح ذكرك أنه الدين نصيحة. مو بيوم من الأيام بخطبة من خطبك حكيت عن سيدنا إبراهيم؟ كان صار له طالع سنين من بيته، وبعد فترة من الزمن ابنه كبر شوي وصار شاب،
وبعدين راح على مكة لحتى يشوف أبوي اللي ما شافه أبدا. ولما شافه واقف قدام الكعبة قال له: يا أبي أنا ابنك إجيت لعندك. سيدنا إبراهيم من حسرته عليه عانقه بكل محبة، بس وهن عم يحكوا جنب الكعبة بسبب مكانة إبراهيم سمع صوت من الغيب عم يقول له: اسمع يا إبراهيم، ما بيجتمعوا حبيبين بقلب واحد، وانت لما شرحت هذا الشيء قلت لنا انه اولادنا هن امانة ربنا إلنا، بس اذا نحن تمسكنا بهالامانة ونسينا ربنا ساعتها منكون عم نقصر بحب رب العالمين جل جلاله. هو يلي اعطانا هالامانة وهو بيحميها. اسمعني يا احمد، عيلتنا مرت باوقات صعبة كتير، وهلأ كمان عم نمرق بالامتحان اللي رب العالمين كاتبه، ولازم ناخد العبرة، مو نقعد نبكي حتى ما بصير نضعف. مظبوط. بقيان شوي أمي، وبعرف إنك تعبت كتير، بس لما نروح لعند أبوك كل شي بيتحسن. أبوك لما حيشوفك معي حيتفاجأ ورح يقول إنه ابني حبيبي كبير. أستاذ سليم تعال هون في بيت، خلينا نشوفه. يلا خلينا نشوفه. لسه عم تفكري بخالي نيسان امي؟ الام والاب اكتر شي بيخوفهم هو انه يصير لابنهم شي عليه. الله يعطيهم الصبر، وان شاء الله بقرب وقت بيجتمعوا بابنهم. انا بعرف منيح الشي اللي عم بيعانوا منه، وما بتمناه حتى لاعدائي. هذا شو عم يعمل هون هلا؟ انا بعرف كيف خليه يحل عنا. ابني شو حكينا هداك اليوم؟ انا شو قلت لك؟ احسن شي بتعمله انك تتجاهله وتعمل حالك مالك شايفه. وقت ما منعطيه وش لحاله رح يروح. اصبر شوي. امي كيف اتجاهله؟ يعني ما هو بوشي. علي طلع طلع هون، نحن ما عنا حل غير هاد بنوب. علي ابني، أنا بعرف إنك كرهاني كتير، بس بدي تسمعني لمرة واحدة، وبعدها إذا بدك لا تطلع بوشي أبدا. أنا قلبي عم يحترق، وبهيك حالي قد ما كان الشخص عاقل وصبور بيلاقي حاله ضعيف. وجع خسارة الولد ما بيشبه أي وجع تاني. الله لا يمتحن حدا بولاده يا رب. اختي لسه بدنا شي نص ساعة لنمشي.
يا شيخ منيح بس ما في حدا هون. يلا خير ان شاء الله، مين بدكم؟ نحن عم ندور على عمر، كأنه مو بالبيت، وين راح؟ بدكم عمر ما؟ من وين بتعرفوا لعمر؟ وانت شو بدك بهالشغلة يعني؟ هلا خلينا بالضروري، بس قلنا وينه؟ معناتها في شي عرس وانا مو دريان، من شوي كان في هون وحدة. هاي البنت مو؟ ايه مزبوط. كان في معه ولد؟ ايه نعم، كان في معه ولد، وانا قلت لها عمر راح لأنطاليا وما بيرجع لبعد شهر، قامت زعلت وأنا شفقت عليها وعطيتها العنوان، يمكن راحت على ساحة الضيعة لأنه هنيك الكراجات. من وين؟ من هذا الطريق؟ إيه هيك لقدام. يسلموا عم. يلا اركضوا. أمي ليكي عم تقليلي اتصرف كأنه ماله موجود، بس ما عم يمشي الحال معي. طالما هذا الزلمة واقف قدام باب بيتنا ما رح أقدر إهدى، بدي انزلت لو أخلص. عم يوقفنا ويتطلع بعيوننا وعم يكذب كمان. يا أمي نحن بسببه عم نتعذب. مشان تكسبي لك قرشين ثلاثة اشتغلتي عند العم كامل بتنظيف السمك، وقعدنا ببيت فاضي ما في ولا غرض، وزتولنا غراضنا بالشارع يلي بيسوى ويلي ما بيسوى صار يخانقنا، وبعنا ليف بالسوق. ليش عملنا كل هذا الشيء؟ بس لأنه أبي ما كان جنبنا، ولأنه تركنا هون لحالنا وراح. علي ابني بعرف نحن تحملنا كل هالشغلات بسبب أبوك، بس الحمد لله قدرنا نوقف على رجلينا. أصلاً الحياة فيها طلعات ونزلات. ليك الزلمة واقف قدام الباب وقال إنه عمل هيك لأنه نحطوا سلاح براسه. شو يعني أمي؟ رح تصدقي هذا الحكي؟ لا أنا ما عم قلك بدنا نصدقه، بس خلينا نسمع. هاد أبوك يا علي، وقد ما غلط معنا ولو شو ما عمل ما في شي بغير هالحقيقة، وشو رح نخسر إذا قررنا نسمعه؟ لا يا أمي أنا ما عندي هيك أب أبدا، ولا بدي أسمع بسيرته ولا شوف خلقته. مو أنت يلي قلتي إنه فينا نعيش لحالنا وما لنا محتاجين للمساعدة؟ معك حق أمي، نحن ما لنا محتاجين لحدا بنوب، وخصوصي لهذا الرجال. مزبوط علي، أنا ما عم قلك خلينا نوثق بهالرجال ونصدقه. ليك معك حق تعصب، بس على الأقل منسمعه، خلي ضميرنا يرتاح أحسن ما يضل ببالنا ألف سؤال مالهم أجوبة. ما بتخسر شيء إذا سمعته. طيب بس قراري ما رح يتغير. سليم شو صار معكم؟ رحتوا على بيت عمر؟ أليف كانت هنيك؟ ايه أخي أحمد مثل ما توقعت، أليف راحت لبيت عمر، بس عمر مو بالضيعة، قال راح لحتى يشتغل بأنطاليا، وقالوا كمان إنه ما رح يرجع قبل شهر. ولما أليف عرفت هالشي طلعت من البيت، بتوقع هلأ عم تحضر حالها لتروح على أنطاليا. نحن رايحين باتجاه الساحة. طيب معناتها أنا كمان جاي لعندكم فورا. شو صار؟ شو قال لك سليم؟ لقوا أليف مو هيك؟ اي خالتي أليف طلعت بالضيعة. كتير منيح، خليني روح خبر نيسان لأنه المسكينة تعبانة. خالتي لا تخبري نيسان هلأ، لأنه لحد هلأ ما بنعرف شو يلي عم بيصير معهم، وما بدي إياها تزعل أكتر من هيك. أنا رايح بس لأفهم الوضع وأخد عمر وإجي، ساعتها منخبرها. أصلا ما عاد فيني ضل هون، نيسان وزينب أمانة عندك. طيب لا تقلق. عادي أمي. لا تحاول تخلينا نشفق عليك، أمي اللي أقنعتني إنك تجي. أحكي اللي بدك إياه بسرعة وبعدين روح من هون فوراً. من وين بدك يعني بلش؟
من عند بوران ولا من وقت هربت من عنده ولا من وقت ما مسكتني العصابة وحبسوني عندهم وصاروا يعذبوني ولا بلش من وقت فقدت ذاكرتي ولا شي من هدول عذبني أنا ولا لحظة واحدة فكرت إني استسلم يا علي وهدفي الوحيد إني إجي لعنكن ومشان هيك تخليت حتى عن حياتي مثل كل مرة بتيجي بتحكي لنا حكايات مثل هاي لتخدعنا طيب ويلي قلت لنا يا على التليفون بوران جابرتك عليه مو هيك قلت لك يا ابني حطت سلاح على راسي وانجبرت قول هيك القصة بالعقل يعني ليش لحتى قول هيك وقتها بترجاكم صدقوني بقى انا هلا متذكر كل شي صار من اول ما اجيت وشفتكن هون ذاكرتي رجعت مثل اول بعدين لا تنسي مشان تصدقيني وتوثقي فيني انا فت على السجن بعد كل هالعذاب اللي تعذبته لحتى اقدر رجعكن معقول لكم دبروا راسكم بهالسهولة وانتي صدقتيني وقبلتي تيجي معي كمان الله شاهد اني ما كذبت عليكم بحرف واحد انا ما ناديت لك لهون لاني مصدقتك او شفقاني عليك ناديت لك مشان ابني يسمع ويقرر ولحتى ما يكون عنده اسئلة عن ابوه انا وقتها رضيت اجي معك بس مشان علي علي قوم اطلع من بيتنا لأنه من هلأ ورايح شو ما قلت ما رح صدقك أنا ما عندي أب مثلك بنوب لا تحكي هيك علي أنت من لحمي ودمي أنت ابني يا ريتك أكلت رصاصة براسك قبل ما تجي ولا حكيت هيك لابنك وخليته يوثق فيك ويصدقك ويستناك كل هالفترة يا ريتك ما قلت لابنك أنا مالي جاي أخده حبيبي لا تبكي خلاص يا رب صبرني على هالبلوة يا رب خد روحي إذا عمر كان صاير له شي ولا تدوقني حرقة القلب شو شفتي يا أختي؟ ما لهون؟ هربت بهذا الاتجاه بس أكيد ما بعدت كثير معك حق استنس أكيد لازم تكون هون إليف ما رح تقدر تهربي أكتر يلا اطلعي عطينا عمر إليف يلا اطلعي بقى
سليم، نحن عم نضيع وقت على الفاضي، هي مالة بهالمكان، أكيد بتكون هربة. لو إن قريبة كنا سمعنا صوت عمر. أختي معها حق أستاذ، الولد أصلاً كان عم يبكي، ولو إنه هون كنا سمعناه. سليم يلا خلينا نمشي. بجاي خلينا نروح نشوف الحارات وانت بتشوف باقي الأراني. ماشي استاذ. هي راحوا، قلت لك انه ما حدا بيقدر ياخدك مني. ابني عمر، 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 ابني عمر، يلا فيه عمر، يلا فيه ابني عمر، قوم يا عمري قوم.